كل الأعمار بيتعرضوا إلى مشاكل خاصة بالعمود الفقري. النهاردة حوار مثير جدا ومهم جدا حوالين هذه المنطقة في حياة كل منا، وطبعا اللي احنا زي ما قلت لكم اللي شفناه ده ولا حاجة جنب الواقع، الواقع أكثر من كده بكتير. تعالوا نرحب بضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة أستاذ دكتور يسر الحميلي، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية طب جامعة القاهرة والمدير لمستشفيات نيورو سباين للجراحات المتخصصة وعضو جمعية الأوروبية لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري. ضيفي العزيز، أهلا بيك يا دكتور يسر. أهلا بيك يا دكتور. أنت تشددت للفيلم على فكرة، حسيت إنه عجبك. ده حقيقي. آه. هو في يعني الجزء الأول اللي بيقول إن في حاجات شائعة خطأ وهي بتصحح، وده جزء مهم جدا جدا من الفيديو. والجزء الثاني هي معاناة المريض اللي بنعيشها كل يوم وبنشوفها، والحلول على فكرة ليست بعيدة، ولكن الحلول الصحيحة تبدأ بالتفكير الصحيح، بالقرار الصحيح دائما. وكل ده البحث العلمي بيتناوله يوم ورا يوم. الجزء الأول اللي بيتكلم عن الشائعات اللي كانت موجودة أو الاعتقادات اللي كانت موجودة، هي لم تكن موجودة من فراغ. بمعنى آخر أن معظم الأبحاث العلمية قبل الاختراعات الحديثة للأشعات بالرنين والمقطعية وقبل التدخلات الجراحية الحديثة اللي بتعالج بجد مشاكل العمود الفقري، كانت العين بصيرة والإيد قصيرة، ولم تكن العين بصيرة كما ينبغي، حتى أنه كان بيصنف الانزلاق الغضروفي أو مشاكل الفقرات إنها مرض سني أو بتحصل في السن الكبير بس، وكانت بتستبعد من التشخيص لو المريض سنه صغير. النهاردة مع العلم الحديث، مع الطرق الحديثة، مع يعني الحياة العصرية اللي احنا بنعيشها، مشاكل العمود الفقري بتصيب كافة الأعمار ولها أشكال متعددة، وتشخيصها وسيناريوهاتها عديدة جدا جدا. والمجال ده محتاج من المريض عدم التردد في حاجة واحدة بس، إنه يذهب إلى الطبيب المناسب. ودي مشكلة كبيرة جدا، لأن عدد الأطباء المناسبين اللي نقدر نقول إن دول المنوط بيهم العمل في مجال العمود الفقري بجد وبكفاءة يكاد يكون زي محترف الكورة العالية الأسماء الكبيرة لو اتكلمنا بجد على مستوى العالم. ودي مشكلة أخرى. الأبحاث الحديثة كلها انصبت، طب إحنا بنعالج المشاكل بتاعة العمود الفقري، تعالوا ناخد كده الإحصائيات، العلماء الكبار قالوا ناخد نراجع إحصاءات المستشفيات الكبرى الناجحة في الدول المتقدمة وعدد المرضى اللي فيها، ونراجع البيانات دي كلها، ونراجع بالإحصاءات، وناخد من قاعدة البيانات دي ما يفيدنا في المستقبل. لما راجعوا كل المشاكل بتاعة العمود الفقري ووسائل العلاج ووسائل التعامل مع المشاكل، لقوا حاجتين مهمين جدا. إن أحسن طريقة للتعامل مع مشاكل العمود الفقري وأنجح طريقة دائما تأتي من خلال الجراح المثقل الخبرة اللي سمعته إنه شاطر، ببساطة شديدة جدا، حتى في الدول المتقدمة، حتى في الدول المتقدمة، حتى في المراكز الكبرى، لما راجعوا قاعدة البيانات والإحصاءات والسجلات وكل شيء وحطوا كل الداتا، لقوا إن أحسن نتائج تأتي دائما عند of good reputation اللي سمعته كويسة كجراح. كجراح، وبحط خط تحت كجراح، حتى في الوسائل الغير جراحية اللي هي العلاج التحفظي، مش بس في العمليات الجراحية، أنا بتكلم على طرق العلاج كلها، لو أن الجراح هو أكتر حد. طب ليه أكتر حد؟ لأنه عنده كل المعطيات وعنده كل الداتا وعنده الخبرة الكافية للتعامل مع الموقف بجد جد. يعني إيه؟ يعني بيواجه الموقف ولازم يطلع بنتيجة كويسة. أهم حاجة لقوها كمان هي القرار بتاع العلاج، هعمل لده عملية ولا هدي ده علاج، هريح ده في السرير ولا هعمل لده علاج طبيعي، هعمل لده حقن، هعمل لده تردد حراري، هعمل لده شد فقرات، هعمل لده برنامج رياضي تأهيلي، هخلي ده يخس، هخلي ده يلعب رياضة، هخلي ده يلعب يوجا. كل القرارات دي مهمة جدا 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 في تحديد مسار ونتيجة العلاج. لو حاجة تانية، ودي كانت مفاجأة لي أنا شخصيا، إن في كثير من الحالات العلاج الجراحي
أقل تكلفة اقتصادية من الطرق الأخرى. إزاي؟ العملية غالية وتكلفتها في الدول المتقدمة دي على فكرة في أمريكا مثلا أضعاف 10 أضعاف تكلفة العملية عندنا في مصر. إزاي التكلفة العالية دي وأنا بقول إن العملية الجراحية أقل تكلفة؟ أتاري عينهم كان على حاجتين مهمين جدا، المريض اللي هعمل له عملية ده خف بسرعة، رجع شغله بسرعة، ما فقدش عمله، ما فقدش أيام طويلة في الأجازات، والأهم من كده المريض ده ما تعرضش لمشاكل في المعدة أو الكبد أو الكلى، ما جالوش فشل كلوي من الأدوية الكتيرة اللي بياخدها. فحسب البعد الاقتصادي الكلي ده، مش بس تكلفة العملية بالموازنة، تكلفة العملية بالموازنة مع تكلفة الانقطاع عن العمل مع تكلفة المشاكل اللي قد تصيب الكلى والكبد، لو انها اقل بكثير جدا، ولقوا ان اكثر عيان محظوظ هو العيان اللي خد قرار العملية بدري قوي واتعملت له عمليات محدودة التدخل. هذا الكلام مثبت علميا، وكلام بقى اللي هو بعد خبرة طويلة، اللي هو زي ما بيقول كده بنجيب من الآخر خلاصة التجربة. خلاصة التجربة بالنسبة للمريض، اوعى تتوه، اوعى حد يضحك عليك، ما تروحش الواحد يعالج لك العمود الفقري وهو تخصص تاني خالص غير العمود الفقري. الأحسن حد هيعالج لك العمود الفقري هم العلماء اللي بيخترعوا أدوية العمود الفقري، طرق علاج العمود الفقري، طرق جراحة العمود الفقري، وعلى رأس هؤلاء العلماء جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري. وبالتالي ده أحسن تخصص ممكن تروح له، ودور على الدكتور الشاطر، سمعته كويسة، نتائجه كويسة، شغله كويس. ما تضحكش على نفسك وتعتقد إن حقنة هتبقى الحل، قد تكون الحل، ولكن قد يكون الحل، قد تكون الحل في حتتها، في مكانها، التهاب عضلات، التهاب أوتار، ده فعلا عندها حقنة، أو غضروف ممكن نعالجه بحقن، ممكن نعالجه بتردد حراري. بس اوعى تاخد القرار ده غير من خلال حد هو متخصص بيعمل كل حاجة في العمود الفقري. مش حاصر نفسه في حقن، مش حاصر نفسه في شفط. ساعات كتير جدا المريض يجيني عامل عملية شفط للغضروف، مسكين تعب ودفع وعمل وراح وفي النهاية خلص القرار ما كانش قرار شفط، ما كانش صح، لأن مشكلتك ما كانتش الغضروف، مشكلتك كان عدم اتزان الفقرة الذي أدى إلى حدوث الانزلاق الغضروفي. فإذا ما عالجتش السبب يبقى أنا بعالج عرض، إذا عالجت العرض السبب اللي موجود ده هيرجع المرض تاني، وهنرجع في الدوامة نلف وندور حوالين نفسنا. ساعات بنبقى محتاجين نضحك على نفسنا شوية، أنا عندي انزلاق غضروفي، الواقع بيقول إن محتاج أعمل عملية، الواقع بيقول إن أنا لازم أقف وقفة صارمة وأخد لي أجازة من شغلي أسبوع 10 أيام وأعمل عملية لطيفة جدا بدري قبل ما الأمور تتفاقم. لا، أنا مش قادر، أنا ما عنديش وقت، أنا مش هضحك على نفسي بالأدوية والعلاج، هضحك على نفسي بحق، هضحك على نفسي بحاجات مش مجدية، هضحك على نفسي بحد يروح يعمل لي عصاية، بس ساعة ما هاجي أتعب هتعب تعب مضاعف، هيتطلب عملية أكبر، هيبقى فيه مضاعفات أكتر، مش هتحسن كما ينبغي. النتيجة الأخرى اللي لقوها، أحسن الناس اللي خرجوا بنتائج كويسة هم أكتر الناس اللي عالجوا المشكلة بحسم من أول مرة. ترم بدأ ياخد سمعة كبيرة جدا في الأوساط الجراحية الآن، وهي جراحات محدودة التدخل. وكلمة محدودة التدخل دي، جراحات في كل أنواع الجراحة أصبح لها زي ما يقولوا مطلب جماهيري كبير، الناس تحب قوي إنها تعمل جراحة، ما فيش استئصال لأشياء كتير، ما فيش فتح جراحي كبير، ما فيش استراحة وارتياح في البيت أو فترة تقاهة في البيت لفترة طويلة. ديت المعنى الجماهيري اللي الناس بتحبه، لكن لما نقرب بقى من الناحيه العلميه، ده اللي عايزين نفهمه، قيمه ما يسمى بجراحات واساليب محدوده التدخل لحل مشكلات مثلا الانزلاق الغضروفي. الحقيقه الجراحات محدوده التدخل كانت وليده افكار جراح المخ والاعصاب دايما، وبدات بيهم، وتطور فيها عندنا احنا اسرع من اي حته تانية بكتير جدا. هي محدوده في مثلا في النساء، محدودة قوي في الناس. لا، موجودة طبعا، موجودة كويس جدا، لكن هو الفكر كله ليه بنعمل جراحات محدودة التدخل؟ لأن احنا عندنا الأنسجة اللي بنشتغل عليها أنسجة غالية جدا
ولا يمكن تعوضها. انت تقدر تشيل فص من الكبد وما تقدرش تشيل فص من المخ، تقدر تشيل فص من الرئة او رئة كاملة ما تقدرش تشيل نصف المخ. الجزء اللي بيموت في الأنسجة بتاعت المخ والأعصاب، الجهاز العصبي المركزي، لا يعوض. فانت هنا أشد الحرص على الأنسجة الطبيعية. المريض عنده نزيف، عنده ورم، عنده غضروف، كل ما يجاور هذه الإصابة أو هذا الورم أو هذا الغضروف هو شيء مهم جدا جدا. من هنا أتت الفكرة، أنا عايز أعمل عملية عبقرية، أدخل من الفتحات الطبيعية أو أدخل من فتحة صغيرة مباشرة على الورم، مباشرة على الغضروف. عايز أقول إن اللي اخترع الجراحة الملاحية كان قاعد في محاضرة من المحاضرات وأستاذه بيشرح، وجات له فكرة إزاي ينشن على الورم زي واحد بيضرب طلقة من مسدس. ده سنة كام؟ 1800 وحاجة. وبدأ يفكر مع مهندس وعملوا جهاز ركبوه على الجمجمة. كل الكلام ده كله تاريخ علشان نوصل لإيه؟ إن إحنا بنفصل لفتحة صغيرة جدا على المكان بالظبط، زي اللي بيضرب طلقة على الهدف بالظبط. لما نشوف مثلا عملية إجراء انزلاق غضروفي بالمنظار ونقارنها بالعملية التقليدية، لما نشوف عملية تثبيت فقرات جراحة محدودة التدخل بالجراحة التقليدية، نشوف وقت العملية، نشوف الدم اللي بيفقده العيان في العملية التقليدية، نشوف بعد العملية المريض ده هيقعد قد إيه في المستشفى وده هيقعد قد إيه، نشوف المريض ده سنه كبير هيحتمل الجراحة التقليدية ولا مش هيحتمل. بنشوف إحنا هنا بنعمل إيه في الجراحة المحدودة التدخل. اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم محدودة التدخل دي يعني هنعمل حتة من العملية أو العملية محدودة، أو جراح تاني ما بيعرفش يشتغل بالمنظار والميكروسكوب. على فكرة أنا بسمع الكلام ده يوميا في عيادتي، اوعى تعمل عملية بالمنظار، أصل المنظار ده مش هيشوف كل حاجة. هو ايه ده؟ هو انا لما اضرب واحد بطلقه اموته او اصطاد حيوان بطلقه زي لما اروح اجري وراه بشومه عشان اموته؟ خلينا نعقلها كده. اللي بيصطاد صيد الطير او الحيوانات بيصطادوا بطلقه، زي اللي بيروح يموت زمان كان الانسان بيصطاد بايه؟ بخشبه وحجر. وبعدين تطور انه بيصطاد بطلقه، تطور دلوقتي ان في اصطياد بوسائل تانية. فبالتالي مهم جدا ان المريض يبقى فاهم ده كويس، ما يسيبش حد يضحك عليه. اسأل نفسك قبل ما تروح لحد بيعمل حاجة مبهرة، قد تكون هذه الحاجة اللي اتعملت جابت نتيجة حلوة قوي مع مريض تاني. ليه؟ لان المريض التاني ما جربش ياخد قرار اخر. يعني معظم الحاجات اللي بنشوفها، شفت غضروف، حقني مش عارف ايه، تردد، معظمها بتطبق على حالات لو احنا اديناها علاج تحفظي صحيح لن تحتاج الى اي هذه التدخلات. وهنا بقى اللعبه، هنا الضمير. نتائج العمليه الجراحيه بتتوقف كليا على التوقيت بتاعها، في وقت مناسب جدا اقدر اعمل فيه للمريض العمليه واحصل فيه على احسن النتائج، وفي وقت هضطر أنا والمريض إلى العملية الجراحية وهنقبل بكل النتائج. إمتى نبقى ده وإمتى نبقى ده؟ لو إحنا عندنا انزلاق غضروفي مثلا، خرج الغضروف من مكانه، انزلق، ده أمر واقع، ما اضحكش على نفسي. الغضروف ده خرج من مكانه، انزلق، لابد أن هناك سبب وراء هذا الانزلاق. هذا السبب قد يكون ممارسات خاطئة، قد يكون عيب في العمود الفقري نفسه أو خلل أو عطب أو سوء في الحركة، قد يكون التهاب في فقرة، قد يكون أي، لا مين لا يعرف ده. وأهم من علاج الغضروف أو إجراء عملية للغضروف إن أنا أكون عالجت السبب. بالتالي ده مهم جدا، لازم نبقى حاطينه نصب أعيننا. تنورتني كالعادة وأبدعت في سرد توصيف لثلاث جزر مهمين جدا في عالم جراحات المخ والأعصاب. الجزيرة الأولى هي جزيرة الجراحات الملاحية، الجزيرة الثانية كانت جراحات محدودة التدخل، والجزيرة الثالثة الميكروسكوب بعظمته وقيمته في عالم جراحات المخ والأعصاب. وإحنا بنتكلم في هذه التكنولوجيا المتقدمة جدا، أنا عايز أقول إن في أماكن كثيرة مش في مصر، في العالم العربي ما زال فيها ناس بتصدق بالعلاج بالعصاية، ما زال في ناس بتصدق بالعلاج بالخزامة، ما زال في ناس بتصدق بالعلاج بالحجامة.
هذه الأساليب كلها اللي هي بيسموها أساليب فيها نوع من الدجل، فيها نوع من عدم الكفاءة، ممكن تضر المريض ضرر كبير جدا، والضرر ده قد يصل إلى مرحلة خطيرة، أنه يترك المريض الحالة تتفاقم بدون أدنى رادع لها. وللأسف هؤلاء الذين يخدمون على هذه المسائل كثير جدا ما يفلتون من العقاب المباشر. صحيح نهايتهم كما نراها نهايات دائما قاسية جدا عليهم، هم بيكون دائما زي ما بيقولوا الثواب من جنس العمل، لا العقاب كمان بيكون من جنس العمل. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور يوسف حميلي، كالعادة نورت الناس الحلوة. شكر جدا، خليكم دايما مع الناس الحلوة. شخصنا صح، التشخيص الجيد هنوصل للنتائج او للعلاج المظبوط. ايه الخطه العلاجيه في الزراعه؟ الاطعمه المتحركه دي مشكله كبيره جدا يا دكتور ايمن. اللثه اللي موجوده تحت دي كلها دي مش اللثه بتاعته، دي الحاله اللي احنا عاملينها. احسن حاجه طبعا في الدنيا ان احنا نخلع ونحط الزراعه مكانها، لان لسه بيبقى فيه الدم غني بعناصر النمو والشفاء.